جيت ميز المدير العام مكسور وحاطي له طابوكتين متنكر، تبيت قاعدة مدير عام ما أعرف الاتفاقات الوراء شو تصير ما أعرف، وإذا تريد هسه خابر لك وزير المالية لأن هم إلي حصة وياي بالرشوة. السكرتير مالي تال انت حيليك على التقاعد. مستحيل، قلت له استاذ لو أطلب لجوء لو تشيني من الضريبة. صدام حسين وعائلته أنا استلمتها وسلمتها للدولة، وأنا نقلت أطنان الذهب، ما اهتزت لي شعرة بشاربي أنا أخون بلدي في دولار واحد. فأتمنى إن شاء الله من السيد الكاظمي أن ينصفني.